بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي مشجع منتخب المغرب للفوتسال. اهلا وسهلا بيك. المنتخب المغربي للفوتسال كان بيلعب مباراه وديه بالامس. نعم يا صديقي، كان بيلعب مباراه وديه بالامس اللي هو لما اوزع امتى الساعه 12 بالليل، كان بيلعب مع المنتخب العراقي. وات ايه ده، ده ماتش قديم يا اسطى ولا ماتش جديد؟ لا والله يا اسطى ده ماتش لسه صابح ولسه طازه يا صديقي. وانتهى باكتساح المنتخب المغربي للمنتخب العراقي 7-4. وات، معلش يا صاحبي، جون الماتش فيه 13 جون، ده ما تزعش ازاي ده؟ معلش، هو دي اسئله منطقيه تسال الرياضيه المغربيه تقول لهم ما بيزرعوش الماتشات اللي زي دي ليه؟ يقول لك معلش والله يا صاحبي اصل كابتن هشام الدكيك ما كانش عايز الماتشات دي تتزع. اللي هو تمام يا كابتن اشتريت يعني. طب وكابتن هشام الدكيك كان بيذيع، هشام الدكيك كان بيذيع الماتشات بتاع البطوله الوديه؟ اه يا اسطى، وللامانه كان بطوله وديه كان فيها ماتشين ثلاثه حلوين. ولكن لو حابب انك تتكلم على مباراه المنتخب المغربي والمنتخب العراقي فلازم تتكلم عن منتخبين مميزين جدا في عالم الفوتسال، سواء المنتخب المغربي المعروف بانجازاته واللي معروف بالالقاب بتاعته الفتره الاخيره، او بالنسبه للمنتخب العراقي واحد من افضل المنتخبات اللي موجوده في اسيا ومن افضل المنتخبات اللي موجوده في العالم العربي في رياضه الفوتسال. المنتخب المغربي قدر ان هو يفوز 7-4، سوبر هاتريك سفيان المصرار سجل 4 اهداف والحمد لله على السلامه بالنسبه للمصرار، ويوسف جواد اللي برضه نقول له الحمد لله على السلامه عودته للمنتخب المغربي. اه معلش، كانت الحمد لله على السلامه بالنسبه للمصرر العوده لتسجيل اهداف كتير. شفت الموضوع بسيط يا صديقي، والمصرار سجل 4 اهداف ويوسف جواد سجل هدف وبلال بقالي وانس دحاني كل واحد فيهم سجل هدف. يعني بالصلاه على النبي، سوبر هاتريك المصرار، هدف ليوسف جواد وهدف للبقالي وهدف لانس دحاني. طب بالنسبه للمنتخب العراقي، لا والله يا صاحبي للاسف مش كاتبين مين من المنتخب العراقي قدر ان هو يسجل 4 اهداف، ولكن كانت مباراه مميزه. وفي مباراه ثانيه هتجمع بين المنتخب المغربي والمنتخب العراقي. تقول لي طب ودول في اطار استعدادات ليه بالظبط؟ اقول لك لكاس الامم الافريقيه اللي هتبدا الشهر الجاي يا صاحبي عندك في المغرب. صح صح معانا يا زميلي، انا عارف ان الجو بالليل وعارف ان انت اكيد بتتسحر، كل سنه وانت طيب يا صديقي، ولكن صح صح معانا داخلنا على كاس الامم الافريقيه ان شاء الله تكون موجوده في المغرب، و الماتشات دي استعدادا وتحضيرا للبطوله دي. ولكن اعتقد ان دي كانت مباراه كنا نستحق ان احنا نشوفها، لانها مباراه كان اكيد فيها فرص كتير واكيد كانت مباراه غزيره بالاهداف. ولكن هتقولي كابتن هشام الدكيك اكيد بيحضر خطط وافكار جديده لكاس الامم الافريقيه، فالراجل قرر ان هو ما يذيعش المباراه دي. والله وارد يا صاحبي، يعني بالنسبه لكابتن هشام الدكيك راجل وارد ان هو فعلا يكون عنده افكار من دي، ان هو محتاج يجرب خطط ومحتاج يجرب لعيبه ومحتاج يجرب افكار يفاجئ بيها الخصوم في بطوله افريقيا، فمش لازم ان احنا نذيع كل الوديات. والله يا صديقي في بعض من الاوقات بتخرجني انت لحتت فيها منطق وفيها حاجات تحترم، فتحياتي ليك والله يا صديقي، والف مليون مبروك بالنسبه للمنتخب المغربي هذه التجربه، التجربه اللي بانت ان هي تجربه قويه، لان بان ان كان في منافسه قويه بالنسبه للمنتخب العراقي، المنتخب اللي قدر ان هو يسجل في المنتخب المغربي 4 اهداف، فمعنى كده ان كان في منافسه حاميه الوطيس ما بين المغرب وما بين العراق. فبالتوفيق للمنتخب المغربي في القادم، وان شاء الله يعني نعرف نتيجه المباراه الجايه ما بين المغرب والعراق، لان في مباراه جايه برضو هتتلعب في المغرب برضو مباراه وديه ثانيه استعداديه لكاس الامم الافريقيه، فان شاء الله باذن الله نعرف النتيجه. ولو اني اعتقد ان الاهداف مش هتكون غزيره زي الماتش الاول، لان احنا عارفين ماتشات المغرب الاولى بيكون فيها بسم الله ما شاء الله طرقعه، والثانيه بيبقى على هادي،